فضيلة الشيخ، امرأة عليها قضاء شهر رمضان فترة 6 أيام، هل يجب أن تتابع ولا يصوم يوم الجدا؟ قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع ولا الفورية، ولهذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان، لكن الأفضل أن يبادر ويتابع، لأن ذلك أسرع في إبراء ذمته، ولأجل أن يدرك صيام 6 أيام من شوال. نعم.